هذا الإعلام الهادف كلمة سامية هادفة لسماحة المربي السيد محمد الغريفي، فاستقبلوه بصلوات تليق بالإمام المجتبى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الولادة الميمونة المباركة لأول سبط لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأول حفيد للبيت العلوي لعلي وفاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أعظمها من مناسبة تشد النفوس إليها في أبعادها، في روحها، في قيمها، في رسالتها، في مبادئها، هكذا تتحرك المناسبة عندنا. المناسبة لا تتجمد، وإنما تشق طريقها إلى أن تؤصل كل قيم ومبادئ ورسالة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويوم أن تتجمد هذه المناسبة تتحول إلى حالة صورية لا ترتقي إلى مستوى شخصيتها، ولا ترتقي إلى مستوى موقعيتها في نفوسنا. فالمناسبة تأخذ طريقها إلى النفوس عندما تلامس واقعا، وعندما تغذي عقلا وفكرا، وعندما تسمو بسلوك وأخلاق هذا الفرد الذي ينتمي لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نفهم المناسبة روحا، ونفهم المناسبة اتباعا وانقيادا لصاحبها، ونفهم المناسبة دروسا في واقعنا. هكذا هي مكونات هذه المناسبات أيها الأحبة. ما نحتفل به هذه الليلة شخصية اتصفت بصفات الكرم وعرف بكريم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان ذلك مصداقا للآية الكريمة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، التفتوا أيها الأحبة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان ذلك الأمر على أنفسهم. في الليلة الأولى جاء مسكين فأطعموه وعاشوا الجوع والعطش. رغم حاجتهم إلى هذا الطعام، هنا البعد في الكرم وفي العطاء وفي البذل. في الليلة الثانية جاء يتيم وأعطوه مما عندهم. في الليلة الثالثة جاء أسير وأعطوه
مما عنده. والعطاء أيها الأحبة ليس فاضلاً عن الحاجة، وإنما أعطوه ما يملكونه لحاجتهم. فرق كبير في العطاء، مرة أن تعطي ما هو زائد عن حاجتك، هذا نوع ونمط من العطاء. ولربما قد أقول أن أغلب الناس يعطون على هذا النحو، أنهم ما زاد عندهم يعطونه للفقراء والمحتاجين، ومرة يعطي ما يملك وهو بحاجة إليه، فرق كبير. لذلك أيها الأحبة، ما ذكر الكرم إلا واقترن بإمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ما ذكر العطاء والبذل إلا اقترن بإمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ما ذكر السخاء إلا واقترن بإمامنا الحسن. فالرواية، التفتوا أيها الأحبة، إذا جاءك السائل فقد جاءتك الرحمة الإلهية إلى باب بيتك، فإذا رددت السائل فقد رددت الرحمة الإلهية. هكذا ولو باليسير، أن تعطي الشيء اليسير ولا ترد سائلا. في الرواية أن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام اشترى بستانا من رجل أنصاري بمبلغ كبير، وبعد فترة استعلم الإمام الحسن بأن هذا الأنصاري قد افتقر واحتاج، صار من أهل الحاجة. فما كان من إمامنا الحسن إلا أن أعطاه البستان مرة أخرى. قيم مثل نابعة من أهل بيت النبوة، وذلك تربية وتنشئة لهذه الأمة. إذا أرادت أن تعطي فلا يكون هذا الإعطاء عن ذلة وعن شفقة، وإنما يكون الإعطاء عن عزة وكرامة إلى هذا الإنسان. فأنت من هو المحتاج، وليس السائل هو المحتاج. السائل حاجته تقضى بشيء يسير، ولكن حاجتك بإعطائه هي ما يكون مقضية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا تصفحنا وقرأنا في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الصدقة في العطاء، نجد بأن الحاجة ليست للسائل وإنما للمعطي. صدقة السر تدفع البلاء. تدفع البلاء عن من؟ عن المعطي. كم لها أثر في شفاء، كم لها أثر في دفع بلاء، كم لها أثر في توفيق هذا الإنسان في هذه الدنيا. هكذا هو العطاء أيها الأحبة. في الرواية روي أنه قيل ذات مرة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأي شيء
لا نراك ترد سائل، ترد سائلا. فقال عليه السلام: التفتوا أيها الأحبة، إني لله سائل. أنا كإمام أسأل الله سبحانه وتعالى، وفيه راغب في عطائه، في جزائه، في رحمته، في فيوضاته، راغب في ذلك. وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائل. أنا سائل، فكيف بي أرد سائل؟ وإن الله عودني عادة أن يفيض نعمه عليه. كم هي نعم الله التي أفاضها علينا، لا تعد ولا تحصى، ولكن قليل من عبادي الشكور. نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الرزق، نعمة الأبناء، نعمة السكن، نعمة نعمة لو عدنا ما لا تعد ولا تحصى. ولكن أين الشكر لهذه الأنعم التي أنعم الله بها علينا؟ فشكر النعمة أيها الأحبة مرة يكون شكرا لفظيا، وإن شكرتم لأزيدنكم، ومرة يكون هذا الشكر عمليا. وشكر النعمة عمليا هو الاعتراف والتذلل والطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائل. إن الله عودني عادة أن يفيض نعمه عليه، وعودته أن أفيض نعمه على الناس. اليوم البعض يتصور أن ما بيده هو ملكا. أنت مؤتمن، ما بيدك هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وليس ملكك، حتى تبخل على الآخرين بإعطائهم. فأخشى إن قطعت العادة يمنعني العادة. ولذلك الإعطاء هو رحمة منا، رحمة من الله علينا أيها الأحبة. وهنا دروس كبيرة أيها الأحبة من خلال هذه المناسبة لكريم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهي ترسل عدة رسائل للعاملين في مجال العمل الخيري. كم تصرفون من أوقاتكم في هذا العمل الخيري من أجل رفعة هذا الإنسان؟ فينبغي أن تضعوا أنموذجا متكاملا لكم في العطاء، لتتمثلوا هذا الأنموذج في سلوككم وفي كل أفعالكم وفي كل حركتكم. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لا ينتظر سائلا، وإنما هو يبادر ليستعلم ويستوضح ويستكشف عن حال السائل قبل أن يأتي ليطرق بابه. كم نحن نحتاج إلى هذه الروح
أن تتحرك اليوم في واقعنا بأن تبحث عن المحتاج، أن تبحث عن اليتيم، أن تبحث عن المسكين في مثل هذه الظروف التي نمر بها. أيها الأحبة، نحتاج أن تتحرك كل مؤسساتنا الخيرية في البحث عن المحتاج هنا، وعن المسكين هنا، وعن اليتيم هنا، لتسد جوع ورمق وعطش هذا الإنسان. مما تعلمناه من الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام أن يحفظ ماء وجه السائل، أن يحفظ وجه ماء المسكين، أن يبذل. فكان يعطي من غير أن يشعر الآخرين بذلك العطاء. يا للأسف، يمكن بعض الأمور اليوم تغيب في واقعنا. اليوم بنروح نودي سلة رمضانية، بنودي حاجة إلى بيت فقراء مسكين، 100 صورة و100 كاميرا و100 واقع، تغيب هذه القيم اليوم يا للأسف. واقع مرير. الإسلام اعتنى بهذا الإنسان بكرامته بعزته. التفتوا أيها الأحبة في الرواية، لأن أعول بيتا من المسلمين أسد جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس. التفتوا التفتوا، مؤسساتنا الخيرية، وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من حجة وحجة وحجة ومثلها ومثلها إلى أن عد 70 حجة. شوف العمل كيف يوازيه الله سبحانه وتعالى. لا نشك في نواياكم، لا نشك في جهودكم التي تبذلونها في اتجاه أبناء منطقتكم وقريتكم، ولكن أقول نحتاج أن نحفظ كرامة وعزة هذا الإنسان من أن تبذل. هذا ثانيا. ثالثا، المبدأ الأول هو أن تسعى هذه الجمعيات والمؤسسات قبل أن يأتيها السائل والفقير. المبدأ الثاني أن نحفظ كرامة وعزة هذا الإنسان. الأمر الثالث أيها الأحبة، لا تترك فراغا لكي يشغله غيرك. ليس من اختصاصه، ولربما تتحول هذه القضايا اليوم إلى متاجرة إعلامية وإلى تسويق إعلامي أكثر ما يقوم منه قضاء حاجة هذا الفقير. كلما تأخرت رسالة، كلما تأخرت هذه المؤسسات الخيرية عن أن تأخذ موقعها الطبيعي وأن تأخذ دورها الطبيعي وتركت مجالاً للآخرين، سيملأه غيرك الذي ليس له كفاءة ولا مؤهل، ولربما لا يوجد عنده وازع، وإنما قد يتاجر بقضايانا الأسرية والإنسانية. فعلينا أن نتحرك في هذا الاتجاه لكي نسمو ونرتقي بمستوى العمل الخيري في مؤسساتنا. ورسالة لكم أيها الأحبة،
هذه المؤسسات لا يمكن لها أن تتحرك إلا بجهودكم وبدعمكم وبتضافر كل الكوادر والنخب في أن تدخل في هذه الجمعيات. لربما اليوم هذه الجمعيات تشتكي عزوفا كبيرا من أبناء منطقتها، وتتقدم فيها شخصيات لتملأ هذه المواقع لتخلف الكثيرين الكثيرين عن العمل. ماذا يراد لهذه المؤسسات الخيرية؟ هل يراد لها أن تتحرك في محلها، أو يراد لها أن تتحرك في واقعها؟ إذا أردنا أن تكون هذه المؤسسات حالة شكلية وصورية، لن نعتني بمن يشارك ومن لا يشارك، شارك فلان أو لم يشارك، سيان في ذلك. ولذلك من السلبيات ومن الآفات الكبيرة التي تعانيها هذه المؤسسات الخيرية اليوم في واقعنا عزوف الكثير من المشاركة والدخول في العمل فيها. نوقف برا نطمش نطالع، والله صووا كذا، والله عملوا كذا. ناس اليوم شطار في الانتقادات، شطار في الجسم، لكن في وقت العمل ما تحصل وياك أحد. نحتاج إلى بناء كوادر لهذه المؤسسات. أما أن تأتي دائرة إدارة وتأخذ فترتها وتمضي من دون أن تبني لها كوادر، سنرجع مرة أخرى من الصفر لنعمل. هكذا مناسبة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام تتحرك في واقعنا اليوم لترتقي ولتتقدم بهذا العمل الخيري في واقعنا. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطاهرين.